مرحبا شباب قبل كل شيء صلء عن نبي محمد أفضل الصلاة وهي بنبدأ. لقد كان في طريق الشرى بعض الجعة لاحتفال بقبولي كموظف حكومي، عندما صدمت شاحنة فجأة وتم رسالة لعالم آخر تجسد مجددا باسم دين برو بليد نجل القائد الأسطوري القبيلة المحاربين، وقام بقتل الشياطين في سن 8 في سن 12، وخضع التدريب قاسي بواسطة والده، وقد عاش حياة يومية غير إنسانية. يجب علينا أن نغادر هذا المكان غير الهدوء الهادئ، السلامة هي الأفضل. لذلك اختار أن يكون موظفا حكوميا الإمبراطورية. هل يمكن أن يصبح دينبرغ حقا موظفا حكوميا ويعيش الحياة الهادئة والمستقرة التي يتمناها، أما ستصبح فوضى حياته؟ منذ زمن بعيد كان هناك ملك شيطاني غزا العالم، ولكن بعد فترة وجيزة أدرك الملك الشيطاني أنه قد ارتكب خطأ. لقد عبث مع قبيلة لم يكن يجب أن يعبث معها، لقد عبث مع تلك القرية ولقد أدى به للدمار القرية. أبي لدي شيء أريد أن أخبرك به، أود الذهاب إلى الإمبراطورية بطلنا. حان الوقت قريبا، الحفل بلوغك السن الرشدي، ما الذي تتحدث عنه بحق السماء؟ هل تريد أن تترك منزلك المثالي خلفك وأن تستقر في أرض أجنبية؟ بطل ليس هناك ما أفعل هنا. أبي عن ماذا تتحدث؟ يجب أن تفعل شيء يناسب مهاراتك. مهارتك في المبارزة هي فقط أسفل الجاويين قليلا، وانت الأعظم في استخدام السحر في هذه القرية. بطلنا انت الشخص الذي قال ان السحر هو مجرد حيل مخادعة، اذا كنت تريد وظيفة بدلا من الذهاب الامبراطورية يمكنك فقط العمل في وزارة الشؤون الخارجية. وانا اتذكر انه يحمل اسم رفيعة ولكنه مجرد منزل تاجر باجزاء الوحوش في المدينة. سريعا علق رأس العقب وقم بسحب الدم، هذا الشيء قد يتعفن، سيتم بها مقابل سعر جيد في القرية المجاورة. لا داعي الذكر ان قرب قرية تبعد عنا 10 ايام، علينا فقط تجاوز ذاك المنحدر، نحن في مكان معزول تماما. اذا ماذا عن ان تصبح رئيس القرية؟ رئيس القرية؟ وهو نراها تلك القرية. لا اعتقد ان والدي قال ذلك على انها مزحة. هيا ونراهم يتدربون، ينظروا جده ويضربه جده ليسقط على الارض. انا جدي لقد اصبحت اقوى، ليس كذلك؟ نعم هذا صحيح، حتى لم تدع سيفك يسقط. ويقول بطلنا، هل يريدني مني ان اكون رئيس هذه القرية المجنونة التي تهتم فقط بالقتال؟ هنا يتدرب أخوه، أعتقد أنني سأعيش حياة أمنة بعد عدا ولادتي، لكن بالتفكير أنني سأولد في قبيلة من قاتلين الذين يمكنهم أن يصطادوا التنانين، إذا بقيت هنا سيتم القضاء علي أولا. يا رئيس دومستون، هل هذا صحيح؟ هل قمت باختيار دمبرج أصغر ابنك يكون رئيس التالي دمبرج ويكون هو بطلنا؟ لماذا اخترته فجأة؟ إنه طائفي الذكي، ولكن لماذا أصغر ابنائك؟ هناك جلاهد ابنك الأكبر وجاوين ابنك الثاني، فلماذا اخترت دمبرج؟ هذا واضح لأنه الأقوى. أي سبب آخر سيكون غير هذا؟ إنه يحاول أن يبتدع بالقول إنه لا يحب القتال، لكنه قتل تنينا بمفرده في عمر 12، هذا مستحيل، حتى البالغين يواجهون وقت عصيبة في قتلهم. ستوجه للخارج والاقتراب حفل البلوغ سن الرشد. أبي أرجوك القي نظرة على هذا وانظر، هرب دينبرغ من المنزل. رسالة عائلتي الحبيبة. رئيس الحراس، نعم يا سيدي، ترى الحراسة عدد قليل من الرجال، واذهب للقبض على دينبرغ. اترك يعني قليل من الحراس، قبيل الغراب سلالة من المقاتلين لا يستطيع أي بلد مواجهته. اجتمع 1000 من أعضاء قبيل الغراب معه للقبض على شخص واحد، ابن رئيس القرية. ونرى الغابة وهو يركض يهرب. لقد كنت أركض لمدة 4 ساعات تقريبا، من ذلك أركض بسرعة
80 كم ساعة يجب أن أصل إلى القرية في غضون أيام قليلا. من المحتمل أن يكون الشخص الذي يتصدى فريق المطاردة هو هيستيا أختي الكبيرة. لقد فازت ب 52 من أصل 100 مباراة وخرجت أمام دنبرج. لن أسمح له بالفوز. هل يمكنني الخروج بأمان؟ علي أن أسرع. ونرام ينطلق إلى خلف الجبال بسلاسة. سأذهب إلى الإمبراطورية وأصبح مواطنا عاديا. حسنا، أمل أن أتمكن من ذلك. شن ملك الشياطين غزوا منذ قديم عصر وغابر الزمان، إذا غزا العالم بقوة مرعبة وضراوة شديدة، أزاقت عشرات الملايين من الأرواح وخيم الأحباط في الأجواء. وفي أحد الأيام بينما كنت أفقد أملي، قام ملك الشياطين باقتراف غلطة واحدة، وهي لمس قرية ما كان عليه الاقتراب منها، والتعرض لتلك القبيلة مما أحدث أشد قتال عرقي مع قبيلة الغربان. غاب أحدث انفجارات هائلة، وثم ظلت انفجارات تتصاعد وحدة تلو الآخر. خيرا بدت الغابة تزول، ونرى تنينان يخرج من الغابة حجر ورق مقص. نرى يلعبون أمام التنين حجر ورق مقص، وخيرا يفوز الابن الأكبر جاهل دبليد ويضحك لن تتغلب علي. والثاني واقف الابن الثاني جوان بلايد ويقول الابن الأكبر هيا، ليست لعبة حجر ومقص جيدة، تم حسم الأمر من جولة واحدة. وهو يضحك، هذا التنين ميكي لان دينفر بلايد ينظر إليهم وهو يوقف أمام التنين ويقول كم عدد قرون التنين. هو يصرخ على التنين ويقول له صاخب جدا ويدمر بضربة واحدة. كم مضى على رؤية التنين آخر مرة؟ ونراد أخي ثاني يتنهد ويقول أنت جعل الآخرين يقوموا بأشياء جيدة وحسب، وإن تبون إلى خلفهم ماذا؟ ويرون غوبلين ونهم يصرخون عليهم متفاجئين، ماذا ما هذا؟ غيلان أنتم لي يا رفاق. وين راه ينطلق الابن الثاني نحوهم وهو يضحك فتهلكوا. وانظر بطل لم يهتم، لكن انطلق بوحشية يقاتل أخوه الثاني أكبر والثاني. وقد ظننت أنني سأعيش حياة عادية مستقرة بعد الانتقال، ولما أتخيل قد أني أولد في معركة عراق لاصطياد التنانين القرية. وتبطلنا إلى والدي، أريد الذهاب إلى الجزيرة. يقول له ويقول أبي ماذا تعني ديجان نصل دومستون؟ ماذا يعني ذلك؟ يقول له ليس لدي ما أفعل حتى لو بقيت هنا. يقول له أبي هراء، لماذا ليس لديك ما تفعله؟ إنك ذكي ولديك مهارات في فنون الدفاع عن النفس ومهارات سيف خاصتك تضاهي مهارات إخوانك. على وعلى ذلك ليست الساحر الأفضل في هذه المدينة. ويترد ويقول هذا، يقول له ماذا يجب أن أقول؟ أريد أن أحصل على وظيفة أشعر فيها بالشرف وكافأة عليه. يقول له أبي شرف مكافأة؟ ماذا عن الحراسة مع أخيك الأكبر قبطان؟ أو ماذا عن الانضمام إلى مجموعة المحاربة بقيادة أخيك الثاني؟ إذا ذهبت إلى هناك سيكون علي دائما القتال مع الأخوة الأكبر. وقل لأبي هذا أفضل. وقل لأكره ذلك، إذا هناك أيضا وزارة خارجية التي تقودها أختك ماذا عنها؟ ويقول حتى تم التسمية بوزارة خارجية فكل ما عليك تفعل هناك هو الذهاب إلى المدينة بمنتجات الوحوش ثانوية وشراء الطعام. بيت الوحش ناجيدة الصحة قلبك ناجيدة المفاصل أيضا. في المقام الأول علي مشي مدة 10 أيام على الأقل الوصول إلى قرية أخرى. ووالدي ويقول لوالدي لا تفعل ذلك، فقد اهدم بالمعبد. لم تحب وزارة خارجية أيضا؟ وقل له ماذا عن أن تكون رئيس القرية وتصدم منها؟ من أين أتى هذا فجأة؟ وأنا أختي تهاجم أبي.
مرحبا والدي، كان الله يشبليد عيش على كلته وتهاجم ويتفادى. وتقول له هل كنت هناك بالفعل؟ وتهاجم هجمة نارية. أنا أتبع حمية تقول، وأنا لا يتصدى لها. ويقول لها بها، ما هي الحمية التي تتبعينها الآن؟ يقول يريد والدك أن يكون لديه ابنة عضلات أكثر. خرس يا والدي، أنا أنظر إليهم بطلنا، إذا بقيت هكذا سأصبح غريبا أيضا. أنا أنتقل خارج إلى الكهف وانظر إليه كيف، ثم ينظر إليه وحوشا غبلين داخله. لا يمكنني فعل هذا بعد الآن، ليس لدي خيار سوى المضي في الخطة بي. ويدخل الكهف، ثم نرى يعود إلى القرية ونراهم مجتمعين. ما الذي جمع حوله؟ رجال مسنين مع فجأة. أوه، لدي ما أقوله للشيوخ. لقد قررنا من أن سيكون رئيس القرية القادم. هل أنت مريض؟ هل تعاني من مرض لا تعرفه؟ كلا، ليست كذلك. لماذا يتحدث رجل لائق مثلك عن خليفة بالفعل؟ كما تعلم شخصيتي ملحة، هذا الشقي العذر. إذا من هو هذا الرجل؟ هل هو الابن الأكبر أم الابن الثاني؟ هنا ينظر لغاد وغمضانه ويقول إنه الابن الأصغر. ماذا؟ ما كل هذه فجأة؟ ماذا عن الابن الأكبر والابن الثاني؟ ولم يتكلم ويقول أنا أثق مننا الجميع يعرف السبب. يجب أن يكون أقوى شخص هو رئيس القرية. وينظروا إليه ويتعرقون. فهل هذا يعني أن الأصغر أقوى من ابن الأول والثاني؟ لا زال هذا بغير كاف مقارنة بجهاد وجاوين. إن مهارات مقتلة لا يعلى عليها في القرية. أنا أعيد اختيار الابن الأكبر فلما الأصغر؟ ويقول لأنه ساحر عبقري. ماذا؟ ما الذي تقصد بالساحر؟ لم تقل إن السحر مجرد خدعة؟ نعم خدعة، ومع ذلك تمكن ديفر من استطاعة التنين من خلال سحره في قتاله. والجميع مصدوم. منذ أن كان في عمر الثانية عشر. قل له ماذا؟ كيف؟ ما هذا الهراء الذي تتحدث عنه؟ السحر هو فن التلاعب بالمانع، فنون قتال تقنية تحصر المانع في الجسم وتعممها. إذا كنت تستخدمها في نفس الوقت فسوف تنحرف المانع الخاصة بك وقد تموت. ويقول له لا تصدق، لكن الأصغر قال إن ذلك يمكن بتلك الصعوبة. قال إن قراءة الكتب أثناء لكن لا تختلف. والجميع بقى ينصدم وحدة الواخر. ويأتي رئيس القرية، عليك أن تخرج اللحظة. ويتفاجأ بالخروج، يرون غيلان في كل مكان. وضع أحدهم جثة وحش عند مدخل القرية. حتى لو ما تمكن من عدهم أستطيع معرفة أنهم أكثر من 40 جثة. ماذا نفعل؟ أسرع ولا تنادي الناس. يجب أن يجتمع 100 شخص مع لزالتهم قبل أن يتعفنوا. أبي كتبت في الرسالة. تأتي اختشاب ذعلت الحبيبة، يقرأ به. أفكر في مغادرة هذا القرية والذهاب إلى مكان جديد. هذا لا يعني أن يجب أن نفترق للأبد، أريد فقط أن أجد شيء يناسبني أكثر. لذلك خذت بعض النقود من الخزنة، وتعويضا لذلك أمسكت بحوالي 40 وحشا. سيكون ذلك أكثر قيمة بعد مرات من الأموال التي أخذتها. ويصرح الحارس أنت؟ ويقول نعم. أجلب دينفر بليد حالا. ونراهم غابة، ينطق بطلنا بسرعة ويقول واثق من انهم رأوا الوحوش الشيطانية بحلول الآن. صحيح، بما ان دم الوحوش الشيطانية صنع من سم قاتل، فان عندما تتعفن جثة تبخر المواد السامة منها. بعبارة اخرى، كلما تركت الجثة بلا مراقبة اصبح المكان الذي كانوا فيه ارض مثالية للموت. وبما ان لا يمكن تدمير مدخل القرية فلابد من عدد كبير من الناس قد شاركوا في إزالة الجثث، وهذا من شأنه يقلل الكثير من عدد المطاردين خلفي. يعبر النهار وينطلق بسرعة له، وتذكر أمه من حياة السابقة ويقول السلام خير من أي شيء. إذا تأكد من تقوم بشيء آمن كموظف عموم مثلا. ويقول أعتذر يا أبي، سأعيش حياتي وفقا لأهدافي.
ونراها خريطة وجال مجتمعين حولها. على الأرجح سيكون الأصغر قد عبر من المسار الذي يتجه إليه كثير من الناس، وبهذه الطريقة يترك أثار أقل. فتاة القادة، حسنا على الأقل فإن الأمر في متناول يدي. يا صغيرا اللطيف، وربك الموت من سرعة، سأمسك بك بكل الأحوال. الابن الكبرى هيستيا بليد. تم تجهيز الجيش، سنبدأ الخطة من آن فصاعدا. الفريق الأول سريع، لذا ستتبع الطريق على الخريطة. الفرقة الثانية ستتبع المسارات، والفرقة الثالثة ستغلق كل الطرق القادمة من إلى الغابة. ونرى يضع علمتها غراب ويقول: من ثم سأتركه لك، ثم تخليه يقلع يطير. هذا لن يحدث بالطريقة التي تريدها دين. ونراه يركض بطلنا بسرعة ويرى لافتة أمامه، يتوقف ويقول: أرض التخييم الثانية تبعد 200 عن القرية. المكان الذي تستقر فيه وزارة الخارجية عندما غادرتهم القرية. عاد ما يستغرق الوصول لهنا يومين، لكنني وصلت إلى هنا في غضون 4 ساعات. بهذه السرعة سأتمكن الخروج في غضون 3 إلى 4 أيام. مع ذلك فإنه يونغ الثاني، والذي هو الأسرع في القرية، سيلحق بي في أي وقت من الأوقات. ليس لدي خيار، حتى لو اضطررت للعودة قليلا يجب أن أسلك طرق غير موجودة على الخريطة. أرض التخييم، لقد وجدنا أرض آثار السيدة الأصغر. أين؟ في أرض التخييم الثانية، لكن يقولون أن الآثار توقفت هنا. تفاجأ وتنظر إلى الخريطة، لا يوجد شيء بالقرب من أرض التخييم الثانية باستثناء الغابة والجرف، لذا سيتعين عليه العودة لو أراد الخروج من غابة أوليمبوس. لقد حل الظلام، لذلك لن يكون قادر الدائرة على الرؤية جيدا. يا رئيس الدائرة الشيون خارجية، اكتشفت ما إذا كانت هناك امدادات مفقودة؟ ويقول: نعم، ليس هناك الكثير، ولكن هناك بطانية مفقودة. هذه هي غالبة أوليمبيوس، أرض الموت الساحر. حتى لو كانت في قريتنا في وسطها، فلدينا إجراءات أمان معمول بها تسمح باستخدام السحر إلى حد معين. والآن غابة أوليمبيوس مكان يتقلب فيه السحر دائما. استخدام السحر هنا أكثر صعوبة من المعتاد. هذا الشق المبتدئ، لأنها أمسك بما لا يقل عن 40 وحشة شيطانيا لن يقوى على النوم بسهولة. حتى بالقرب من أرض التخييم الثانية، فإن المكانات الوحيد الراحة هم هذان الاثنين على الخريطة. سيكون بالتأكيد في أحد هذين المكانين محاولة استعادة سحره. ونرى الجو بارد في نفق. كنت أعلم أن الجو سيكون بارد منذ طلوع الفجر، لكنني لم أكن أعلم أنه سيكون إلى هذه الحد. كان علي جلب المزيد من البطانيات، وما يلمس استكان، وثم يشعل النيران، ونرى الطعام انتهى. كما هو متوقع، الأمور لا تجري كما اشتهي في هذه الغابة. حسنا، مرة أخرى مع مزيد من التركيز، ويحاول أن يجعل النيران. لقد فعلتها، أخيرا بدأ يحمي غلاس تبعه ويشرب. أخيرا أشعر أنني أستطيع العيش الآن. وجدت السيد الأصغر، بسرعة اقبضوا عليه بسرعة. ويحاولون القبض عليه ينطلقون، لكن يضربهم واحد تلو الآخر. يرى خلفهم مرة أخرى ويهاجمونه، هاته، ولكن يضربهم على وجههم الأول، ثم ينتقل إلى الثاني يتفادى هجومه. قل: إن كنت تريد الإمساك بي فعليك إحضار 3 أشخاص آخرين على الأقل. ويضحك: ربما كان علينا ذلك. ونرى يصرخون. أخيرا بدأ يهرب بطلنا عبر الغابة. ما كانوا ليأتوا لهنا بالصدفة. يبدو أن هيستيا نونا هي القائد كما هو متوقع، فهي تعرف كيف سأتحرك. ليس الأمر كماله أنني لم أتوقع ذلك، لكن على الإسراع لا أجد أمامها الاثنين. وحاول تفاديهم بالاختباء. 3 وصلوا. ما هذا؟ لقد وصلوا بالفعل الحد من السابق يتم الامساك بي.
كاو كاو إنه الغراب اكتشفه. راوي أيها الأحمق كن هاديا، وهو يصغ علي. هناك إنه السيد الصغير وجدناه ويهرب. انتظر لحظة أيها السيد الشاب. سيدتي لقد عثرنا عليه، وتقول كما هو متوقع، كنت محقا. سيتوجه جميع الجنود إلى الموقع المستهدف في التشكيل من أنفا صاعدا. قم بإيصال هذه الرسالة إلى جميع الجنود. الصغير يختبئ بالتكييف في مكان ما في المنطقة. ابحث في الأشجار والصخور والغابات، لا تذخره جهدا. هذه المرة لا يمكن تركه يهرب وينتقل إلى أمومة بالغابة. وأثناء النفق يشعل المشعل بأيديهم ويتنقل لاكتشاف. حين أشرقت الشمس أنها مقر، ونرى جالسة وتفكر ويجي أحد الجنود. أشرقت الشمس وجدت بعد أبي. ها أبي هاجة. لا تقلق، إنها مسألة وقت وحسب. فهمت؟ هذا يبعث على الارتياح وينظر الخيطة. مع ذلك أرى أن المنحدرات أماما لا يجب بها أحد، بما أن لا يوجد سوى المنحدرات هناك، فلا يوجد مكان يهرب إليه. وتنظر إليه خيطة. كم عدد الجنود الذين وجدوا دينفار في المرة الأولى؟ وقل أستمحك عذرة، ربما ثلاثة أو أربعة منهم. وثلاثة أو أربعة. وتتفاجأ إن كانت هذه مهارات دين، فالمؤكد أن كان بإمكان التخلص منهم. فلماذا هرب للتو لما تم القبض عليه لغادر فورا؟ وتتفاجأ، محال أكشف موقع عمدا من أجل جمع كل الجنود في مكان واحد. ثم نرى بطلهم وينطلق ويقول، لكن لا يوجد أحد في المنطقة القريبة من المحادرات. لما قد يذهب من هذا الطريق؟ هو ذهب، لكن وضعية تنظر ونراها مصدومة. مستحيل، ذلك الشقي أيفكر في استخدام السحر في الغابة؟ وتكون النهاية. أتمنى يعجبكم المقطع وتضعنا لايك واشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم.